السلام عليكم. تفقد والي ولاية تيبازا مشروع تاع مركز تجمع الفرق الرياضية و يعني الجهوي الذي يقع في بلدية فوكا بولاية تيبازا إذا، واللي عبر يعني الصورة هذه نقدر نشوف باللي الأشغال راهي تقريبا يعني تقريبا نهاية تاعها. إن شاء الله هاي يتسلم المشروع هذا اللي يستفيد منه الفرق الجزائرية في كل الميادين تاع الرياضة، وللعلم هو عنده قدرة تاع إيواء تاع 200 غرفة إذا زائد قاعات وملاعب، يعني تجعل من هذا المركز هام جدا بالنسبة لتطوير الرياضة بصفة عامة في الجزائر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.